السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا راكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو تكونوا بصحه جيده، وبغيت نقول لكم مبروك عواشركم بالصحه والسلامه طول العمر، والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. وباش كنتمناو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال الشباكيه بواحد الطريقه سهله وحتى المقادير اللي هما بساطين. ودابا وبالنسبه لهاد الشباكيه غادي نشارك معكم الشباكيه ديال اللوز، كاينه الشباكيه اللي بلا لوز. هادو هما لي زانغغيديون ديال الشباكيه. بالنسبه للدقيق عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، وزلافه ديال الزيت عندي هنايا زلافه الزيت، وبيضه وحده، وعندي هنايا ثلاثه ديال الخمارات ديال الحلوه، 100 غرام ديال النافع، و100 غرام ديال حبات حلاوه. وبالنسبه للزنجلان عندي 200 غرام ديال الزنجلان، وهنايا اللوز عندي 500 غرام ديال اللوز. غادي ناخذ هنا اول طريقه، غادي ناخذ الزيت مع الدقيق، غادي نبقى كنحرك نخلط داك الدقيق والزيت حتى كنتحصل على واحد الشكل انا غادي نوريكم بحال هكا. وبالنسبه للوز راه يعني عادي، اللوز كتسلقوه وكتقليوه في الزيت ومن بعد كطحنوه. انا مبغيتش نوريكم هادشي كامل باش ما يجيش الفيديو طويل، فعطيتكم غير المختصر وباش يكون الفيديو زوين. فكنتمنى ان الاعجاب ديالكم هاد الفيديو. فهكا خاص يرجع هاد الشكل ديال الدقيق والزيت بحال هكا. انا وريتكم يعني الطريقه ديال الشباكيه، انتما كتبقاو كتحركوا يعني داك الزيت كيدخل في الدقيق وكيعطينا هاد الشكل هذا، انتما شفتوا. ودابا غادي ندوزو ناخد هنا، خديت باسينه وخديت هنا، درت هنا كاس اونص ديال الماء دافي مع بيضه وحده، وغادي نزيد ندير شويه ديال القرفه، غير شويه ماشي بزاف، نسيت ما وريتها لكمش في الاول القرفه. وغادي ناخذ هنايا الماء زهر، يعني بحال هكا تكون معلقه كبيره حتى المعلقه ونص. وهنا غادي ناخذ كاع داك لي زانغغيديون اللي وريتكم قبيلات، وغادي نخلطوه مع الماء زهر والبيضه والماء. غادي نبقى كنحرك داك الشيء كامل حتى كنتحصلوا على واحد الخليط، عاد باش كنضيفوه على الدقيق ديالنا. هانتوما خليكم معايا غادي تشوفوا كلشي بعين. العجينة ديال الشباكية هي موجودة، أنا غطيتها واحد 5 دقائق عاد باش خديت العجينة ديال الشباكية، يعني باش نقسمها خليتها ارتاحت واحد 5 دقائق عاد باش كملت. هنايا غادي نقسم الشباكية باش تجيني ساهلة العجينة ديال الشباكية بحال هكا، وغادي نطلقها عادي. هانتوما غادي تشوفوا كلشي. هنايا خديت الدلاك وبديت كنطلق العجينه بحال هكا، وغادي نقسمها وغادي ناخذ كل طرف بطرف باش يمكن لينا نخدم الشباكيه. يعني اسهل طريقه هي هذه اللي وريتكم، وكل واحد والطريقه ديالو. يعني انا كنعطيكم غير اقتراحات، وانتم كديروا اللي جالكم سهل كديروه كالعاده كيف ما تنقول لكم، يعني اللي سهل عليكم. Thank you.
نقسم داك العجينه هانتوما، غادي نحسب واحد جوج ثلاثه الخمسه كنقطع، يعني كنمشي بنفس العدد هانتوما، كنمشي بنفس العدد يعني كنقطعها بحال يعني كيجيو مقادين. يمكن لكم نتوما ديرهم كبار، يمكن لكم ديرهم صغارين، داكشي كيبقى اختياري بالنسبه ليكم. وصافي كتشكلوا شباكيه عاديه هانتوما، يعني ساهله. هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه تقريبا، يعني كتشكلوا هكا الشباكيه. وبالنسبه للناس يعني كان اللي كيسرو داك المراسم ديال الشباكيه، راه كاينين موجودين، يعني كتسهل عليكم كيفاش تخدموا الشباكيه. المهم حتى هاد الطريقه سهله، فانا اختاريت نخدم معكم بهاد الطريقه اللي سهله وتقليديه، ما بغيتش نخدمها معكم بالماكينه، فقلت نخدمها هكا عادي، يعني غير بدله كنطلق العجينه. وان شاء الله مازال باقي واحد الطريقه ديال الشباكيه غادي نشاركها معكم ان شاء الله بالفيديو الثاني ان شاء الله. وهنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، فغادي نخليكم هنا، فانا غادي نخليكم هنا تشوفوا الطريقه ديال التشباك ديال الشباكيه. بعد ما نوفر واحد الكميه كبيره ديال الشباكيه غادي ندوزو باش نوريكم كيفاش غادي نقلي الشباكيه. المهم غادي ساليت بالتسباك ديال السباكيه غادي ندوز نقلي السباكيه. بالنسبه للزيت خاصها تكون سخونه، وهذه العسل صايبتها انا بيديا ان شاء الله. الا بغيتو نشارك معكم طريقه التحضير ديال العسل في الدار بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه، فكتبوها لي في لي كومونتير وانا غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال العسل. وهنايا الزيت من بعد ما سخن الزيت مزيان غادي نحط السباكيه باش تقلى، ومن بعد ما تقلى السباكيه في الزيت غادي نردها في العسل. هانتوما غادي تشوفوا كل شيء، يعني راه ما تنخبى عليكم والو، كل شيء كنوريه لكم. وهنا صفيت هنا كتقلبوا الشباكيه، والا لقيتوها طابت كتحيدوها كديروها في العسل. انا خديت هذا القطيب ديال الشوا ديال الخشب، فسهل يعني كتقلبوا به الشباكيه بطريقه سهله، وكتهزوا بها يعني كتهزوا بها الشباكيه بواحد الطريقه اللي سهله. وهنا صافي كنحط الشباكيه. العسل يعني حتى كتشرب العسل مزيان. وهنا خديت الكسكاس، هنا خديت الكسكاس درت الشباكيه باش يقطر داك العسل الزايد. وهنايا هنايا خديت رقائق اللوز درتهم فوق الشباكيه، والزنجلان يمكن لكم ديروا حتى اللوز مهرمات ولا اي، ولا غادي تكتفيوا غير بالزنجلان، يعني داكشي كيبقى اختياري. انا مجرد كنقترح عليكم افكار وداكشي كيبقى اختياري ليكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه باللوز، فكنقول لكم بالصحه والراحه، مع السلامه.